لانه حباها اللعبه هاي ونفسي العبها من زمان. كنت بحضر عن كنت بحضر وانا صغيره كنت احبها. ما عرفتش وين بدي اسجل. شفت بنات بالشخر دوان بلعب وهيك رحت اسجل معهم وصرت اسال وين هذا وكيف وبكم روحت يعني تشجعت وسجلت طبعا ما حبيتها يعني وشجعتني وخلى جسمي اقوى كمان اثرت لانه يعني ما حدش يشجعنا واحنا زعلانين انه ما حدش يسفرنا. في كثير يعني بيعانوا من هذا الشيء يعني مش بس انا يعني في كثير هم يلعبوا بطوله زيي في كثير اللي حبوا يحلمهم زيي يعني واهلهم نفس الشيء هم بيلعبوا يعني هذا الشيء مش موجود ليش مش عارفين ما حدش يعني مصر انه يعني يجي يتفرج علينا ما حدش بيجي يصورنا ويلاعبنا ويشجع اكثر واكثر ويجذب بنات كثير معنا بس ما حدا موجود يعني ما حدا مشجعنا لهذا الشيء كل شيء محدد له يعني الدراسه من 10 المغرب يعني من 10 الليل ل 6 الصبح لل 5 الفجر للرياضه يعني كل ما اكون يعني قاعده هيك بعد ما اخلص الدراسه بقعد هيك على الجوال يعني بسيب الجوال شويه بروح بلعب رياضه بالصالون صالوننا كثير كبير فبروح العب فيه بدي اياه يعني. بتدرب وبجيب خواتي يتدربوا معايا عشان يشوف كيف اللعب وش زي وانا كمان يعني سجلت خواتي يلعبوا معايا من كثر ما خواتي يحبوها وانا حبيتها كثير كل يوم راح اضل العبها يعني وراح اضل العبها طول عمري كمان.